يعني دايما بنكون حريصين يا استاذ سامي ان احنا نعرف الجديد في المنظومه، والجديد دلوقتي هو فكره يعني استخلاص او تخريج ورق معين او حتى تقديم ورق الكترونيا. لو نعرف ايه الخدمات اللي موجوده دلوقتي في الشهر العقاري الكترونيا؟ هو الخدمات في الشهر العقاري وفي التوثيق. التوثيق اللي هي الاجراءات الوقتيه اللي ما استغرقش وقت في اقل من يوم، يعني حسب النظام القديم وحسب الرقمنه والبوابه الالكترونيه ما استغرقش يعني ما بيزيدش عن ربع ساعه. قبل كده بقى طوابير وازدحام وطابور عند الموثق عشان يراجع الورقه وبعدين يروح يدفع الرسوم وبعدين يرجع تاني. وما ادراك بقى ما الطوابير والزحام والتناحر وخلق الابواب الخلفيه وهكذا معاناة وهكذا طبعا. معاناه كتير. فحدث ان في توجهات رئاسيه، القياده السياسيه مهتمه جدا برقمنه جميع خدمات الدوله ومنها وزاره العدل والشهر العقاري. ومعالي المستشار وزير العدل المستشار عمر مروان يعني لا يألو جهدا في ادخال الرقمنه والميكنه في اعمال الشهر العقاري تيسيرا على العاملين والمتعاملين. جميل. العاملين طبعا اعدادهم كانت فيه تناقص فبتستعوضها بالعمل المميكن، والمتعاملين من جراء الازدحام اليومي والساعات واللحظه في جميع اماكن فروع التوثيق. طيب لو نوضح كده ابرز الخدمات اللي بتتقدم الكترونيا. عدد فروع التوثيق ما يقرب من 525 مكتب توثيق على مستوى الجمهوريه. تم فتح فروع في النوادي، تم فتح فروع في مكاتب البريد حوالي 109 فرع على مستوى الجمهورية. كل دي تيسيرات، لكن الأيسر منها اللي هو البوابة الإلكترونية. مواطن هيدخل على البوابة الإلكترونية ويطلب خدمة من أعمال الشهر العقاري أو أعمال التوثيق. بوابة مصر الرقمية. بوابة مصر الرقمية. هيخش على خدمات الشهر العقاري هيلاقي الحاجة اللي هو عايزها، إن كان مثلا توكيل رسم عام، إن كان توكيل خاص، إن كان إقرار إذا كان بيع سيارة، توكيل في بيع سيارة، أيا ما كان من أعمال التوثيق. وهيدخل اسمه الثلاثي أو الرباعي حسب البيانات المطلوبة ورقم القومي بتاعه، ويكمل بقية البيانات المطلوبة منه والموضوع اللي هو عاوزه. أو إذا كان هو عاوز موضوع خاص بيه مش موجود ضمن النماذج فبيكتب الموضوع ويسجله ويكتبه على البوابة الإلكترونية، وبعد كده بياخد رقم من خلال البوابة ويعمل ويدفع دفع إلكتروني. كل ده بيتم بره، ياخد الرقم في الميعاد والمكان المحدد، يروح المكتب التوثيق بيديهم الرقم ويتم الإجراء في وقتها، بينزله على السجلات عنده وفي الكمبيوتر وياخد رقم بقى توثيق أو رقم تصديق ويمضي قدامه وينتهي الموضوع على كده، يعني ما يستغرقش أكتر من ربع ساعة قدام الموثق. بستأذن حضرتك لو ناخد مثال، يعني ناخد مثال إجراء ممكن يتعامل إلكترونيا ونمشي خطوة خطوة واحدة كده واحدة مع المشاهد بحيث برضو أنه هو لما يسمع المثال تتقرب له الصورة أكتر. هنضيف هنقول المثال في الآخر بس عشان نضيف كمان بقية الخدمات اللي هي السيارة المتنقلة. ودي بتعتبر طفرة في عالم راحة العامل والمتعامل، ان السيارة مجهزة وميكنة. كل دي بروتوكولات تم عملها ما بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات. فالسيارة دي تعتبر مكتب توثيق متنقل بيتم استدعائها برقم تليفون على الموبايل او رقم ارضي حسب الخط الساخن، ويتعامل معاه ويحدد المكان، والسياره بتنتقل الى المتعامل. طبعا ده كبير سن مش قادر يروح فرع توثيق، او بتنتقل لمكان مزدحم تخف الزحام عن المكان. فدي برضه خدمه متميزه موجوده في التيسيرات اللي تم عملها في الشهر العقاري. فالمثال اللي احنا عاوزين، واحد عاوز يعمل عقد بيع سياره مثلا يعني، او شراء سياره، او اللي هو توكيل عام، هو بيخش على البوابه الالكترونيه ومن خلال تطبيق اعمل توكيل ويشوف الاجراءات الايقونات اللي موجوده يفتحها ويبتدي يدخل الاسم بتاعه رباعي او ثلاثي حسب ما هو موجود والرقم القومي بتاعه، بحيث ان البطاقه ما تكونش منتهيه، يكون البطاقه ساريه.
ويبتدي يختار الموضوع اللي هو ده اعمل اللي هو اعمل توكيل، يختار بقى توكيل ايه، عام رسمي او شامل او في او في بنوك، اي اللي هو النوع اللي هو عاوزه اللي محتاج له يعني اللي هيتعامل فيه، ويمشي ورا الخطوات دي كلها، وبعدين يعمل دفع، يدفع الرسوم من خلال الدفع الالكتروني، ويبقى جاهز وياخد رقم البرنامج او اللي هو البوابه اللي دخل بيدوله رقم ومكان الفرع، بياخد الرقم ده والمكان بتاع الفرع ويقدمه لرئيس الفرع يقول له توجه للموثق عشان يبص تلاقي بياناته نازله على الكمبيوتر. تمام. هيراجع كل ده معاه ويشوف الديباجه ماشيه معاه ويتحقق من شخصيته ويمضي وياخد ورقته ويمشي.